جواها ايه مفاجأة. القطة دي جت في هدية في عيد ميلادي، اسمها سنو، هي عندها شهرين. عارفين القطة بتاكل ايه؟ هي بتاكل سمك، بتاكل جمنستو، بيض، كمان دراي. قطة ما تعمل حاجات حلوة هنديلها النوع من الحلوة دي، هي بتحب الشراي دي جدا. القطة يعني بتحب تلعب بيهم، هو اسمه بالي. جداً عشان هي بتجري وراك كل شوية. رأيكم نشوف القطة تاخد شاور ازاي؟ يلا بينا. دلوقتي انا في الحمام هوريكم الحاجات بتاعت القطة. دي الرملة بتاعت القطة. الصفة بتاعت القطة، حد كبير ممكن يقص لها. دي الفرشة اللي بنسرح بيها القطة. احنا بنسرح ازاي؟ كده. خد الشامبو بتاعتهم. الأول الشامبو دي بتعمل بيهم بالمية. بس القطة مش بتحب المية خالص، عشان كده احنا جبنا لها الشامبو دوت. الشامبو ده دراي، احنا بنحط ده على القطة ما هي اي مية القطة بتحبه، عشان اصلا مش بتحب المية. هوريكم كلكم نعمله ازاي. ده احنا بتاعهم بنرش على القطة بالراحة قوي من اصلا موضح. Thank you.
هنصرح له. وعايزوني اعمل كتير فيديوهات بالقطة، عملوني لايك وسبسكرايب وشير. باي باي.